مرحبا، أنا صديقكم بايلو من فصيلة جاك راسل. هذا بيتي، مركز تدريبي، وزملائي كلهم هنا جنبي. أهلين جاك. كل يوم أصحى بدري عشان أقوي من مهاراتي وأصير أقوى في حماية المجتمع والوطن. مركز التدريب الوطني أنشئ في عام 1407 هجري 1987 ميلادي. مهام مركز الوطني تعني بتدريب فرق الوسائل الحية وأخصائي الوسائل الحية على برنامج كشف عن المخدرات، برنامج كشف عن المتفجرات، برنامج كشف عن الأسلحة، وبرنامج كشف عن النقود والتبو، بالإضافة إلى عدد من البرامج اللي ندعم فيها الجهات الأمنية، برنامج البحث والإنقاذ عن المفقودين، برنامج البحث والمطاردة، وبرنامج مكافحة الإرهاب. سمعت عن الجائحة اللي غزت العالم وقلت كيف ممكن أساعد؟ اعتمدنا فصيلة جاك راسل وفصائل أخرى لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا لما تمتلك من قدرة عالية على الشم، وراح تكون النتائج فورية بمساعدة فريق من المختصين في المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها. برنامج الكوفيد كان إحدى المبادرات اللي المركز الوطني حرص على تقديمها للمساهمة اجتماعياً في ذلك. حظي بتأييد القياديين في الهيئة العامة للجمارك. التجربة كانت ناجحة. حرصنا على إحنا نقدم أبرز الجهود، نطور في عملية التدريب. إحنا يكون دورنا الإجراء الاحترازي في التعرف على المصاب قبل دخوله إلى أو احتكاكه في مناطق الخدمية في المملكة العربية السعودية في منافذ الوصول. ومن بين زملائي وبعد التدريب المكثف وقع الاختيار علي، وبكون متواجد في الصالات أنا وزملائي لنكون خط دفاع آخر متخصص يساهم في سلامة المسافرين عبر المنافذ لعودة آمنة. يلا، وصلت أول طيارة والهمة عالية. المهمة تمت بنجاح وكل الحالات طلعت سلبية. أهلاً وسهلاً بكم في المملكة العربية السعودية.